مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد من قلب ميدان التحرير. أرحب بكم ويسعدني أن أصحبكم خلال الساعة القادمة. ميدانيا، الأوضاع في ميدان التحرير باتت هادئة مرة أخرى بعد اشتباكات محدودة ما بين مجموعة من البلطجية وما بين المعتصمين في ميدان التحرير. كانت هناك اشتباكات محدودة، وطلبت الإذاعة المتواجدة في ميدان التحرير، طلبت المعتصمين وأيضا جميع الباعة المتواجدين في الميدان بإخلاء الميدان والذهاب إلى الشوارع الفرعية من الميدان، ولكن الآن عاد الهدوء مرة أخرى إلى ميدان التحرير. على صعيد الأوضاع السياسية، كانت هناك لجنة تقصي الحقائق من جانب البرلمان، انعقدت اليوم للحديث أو لمناقشة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج. خرجت اللجنة بعدد من القرارات، من بينهم استدعاء مسؤولين من وزارة الخارجية والعدل، وأيضا عقد اجتماع مع نظيرتها القضائية يوم الثلاثاء المقبل. وأوصت اللجنة البنك المركزي بإبلاغها عن الحسابات والتحويلات خلال العام الماضي وقبل الثولة للرئيس السابق ونظامه. للحديث عن ما خرجت به اللجنة اليوم، لجنة تقصي الحقائق، معي هنا في الاستوديو معي أستاذ مصطفى الجندي، عضو دكتور مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة ومقدم طلب تشكيلها. مرحبا بك دكتور مصطفى. أهلا بك يا فندم. ومعي أيضا أستاذ شحاتة، محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية. مرحبا بك أستاذ شحاتة. أبدأ معك دكتور مصطفى، وكانت اليوم اللجنة أستاذ مصطفى، أبدأ معك بداية من اللجنة وما تمخضت عنه اليوم. زي ما حضرتك قلتي، كان هو أول اجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، كان النهاردة أول اجتماع للجنة. رسمنا خريطة الطريق بوضع الطريق اللي هنمشي عليه للوصول للحقائق الخاصة بتلك الأموال الخاصة بالشعب المصري والمنهوبة والمصدرة إلى الخارج والمخفية بالخارج، ونريد أن نعلم ماذا تم خلال عام من الجهات المسؤولة، وهل هناك شيء يجب عمله أكثر مما عملوه، وهذا سيكون في خلال الأسابيع الجاية، يعني لأننا لن نتأخر كثيراً في استدعاء كل مسؤول إلى البرلمان والتحقيق والكشف والتأكد. طب أستاذ مصطفى، أنت من طلبت بتشكيل هذه اللجنة، لماذا؟ الحقيقة كان في تصريح خرج من أستن المفوضة الأوروبية يخص بأنها قامت بأكثر من مرة بطلب إلى رئيس الوزراء أحمد شفيق وبعده رئيس الوزراء عصام شرف الحكومة المصرية بإرسال أسماء كل من يريدون وقف حساباتهم أو التحري على تلك الحسابات، ولم يستجيب أحد إليها. وقانون المفوضية الأوروبية أن بعد مرور عام يسقط الحق في هذا الطلب، وبالتالي أنا هرعت سريعا مع 20 نائب آخرين مضوا على هذا الطلب، وتم تشكيل بالفعل هذه اللجنة لكي نتأكد ونتيقن أن احنا قمنا بكل ما يجب أن نقوم به في هذا الاتجاه، وهو عودة أموالنا المنهوبة. لأن مش معقول أنا أبقى راجل دولة مدينة لدولة وفي نفس الوقت فلوسي منهوبة ومتشالة في الدولة ديت، يعني شيء غير مقبول حتى من مواطني هذه الدولة، إن كان إنجلترا ولا فرنسا. وجود مجلس الشعب هو وجود صاحب المال ويستطيع أن يتحدث أيضا إلى البرلمانات في هذه الدول التي لن تقبل أن يكون لديها أموال منهوبة أو مهربة، لأن تلك الدول العدو الأول ليها هي الفساد. فيعني الحقيقة استجاب رئيس المجلس فورا للطلب، واستجاب المجلس بالكامل في تصويت كان إجماع الجميع للبدء فورا في التحري عن تلك الأموال. وسنصل إلى أشياء كثيرة الحقيقة، لأن مش بس الأموال المنهوبة في الخارج، بل هناك أموال في الداخل مختفية يجب الوصول إليها. تمام. طيب سأنتقل إليك أستاذ شحاتة، أنت كيف ترى يعني وجهة نظر البرلمان في هذه القضية وهذه اللجنة؟ والله هو يعني احنا سعدنا جدا بانه البرلمان انه بتشكيل البرلمان، وسعدنا انه تم هذا التشكيل في الوقت المناسب، لانه ما فيش جهة في مصر ممكن نلجأ لها
في موضوع الأموال المهربة سوى البرلمان في الوقت الحالي. ولذلك أنا أرى أن هذه الخطوة خطوة ممتازة جدا جدا جدا. ولكن جداً كان مفترض أن يكون هناك خطوات من جانب وزارة الخارجية للتفاوض على مثل هذه الأموال. يعني من الصعب أن يكون هناك انتظار عام حتى ننتظر بعض البرلمانيين في مجلس الشعب ليقوموا بهذه الخطوة. شوفي حضرتك أين مؤسسات الدولة؟ بالضبط، هو ده المفروض. أنه إحنا مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من سنة 2003، وهذه الاتفاقية فيها من المواد والإجراءات ما يكفل لأي دولة موقعة عليها أنها تسترد أصولها أو أموالها المنهوبة من دولة أخرى برضو موقعة على ذات الاتفاقية. وهذه الاتفاقية حددت الإجراءات والطرق المتبعة لاسترداد هذه الأموال، ولكن للأسف الشديد أنا يعني أؤكد أنه لم تكن هناك إرادة سياسية من مصر في خلال هذا العام الماضي لاسترداد هذه الأموال. ولذلك أنا قلت في الأول أنه إحنا فرحنا أنه مجلس الشعب بدأ يتحرك في هذا المضمار، لأنه ما كانش في حد بيسأل على استرداد الأموال. عايز أقول لحضرتك أنه يوم 11 فبراير سنة 2011 الاتحاد الأوروبي جمد من تلقاء نفسه أي أموال محتملة عنده لوجود لرموز النظام السابق، ولكن هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي لم يتبعها خطوات من جانب الحكومة المصرية. هذا الملف في مكتب النائب العام، والنائب العام من عينه هو حسني مبارك، فلا يعني لا يستساغ. يعني حتى احنا عندنا في القضاء انه المفروض انه القاضي لما بيبقى يستشعر انه في اي صلة قرابة ما بينه حتى لو بعيدة جدا ما بينه وما بين اي متهم لابد انه بيتنحى عن نظر القضية. وانا مش متصور انه النائب العام سيتحرك في اموال من عينه، ولا يتحرك بالتالي في اموال باقي رموز النظام السابق. بعد سنة تقريبا من الإجراءات والمكاتبات وسفر المسؤولين المصريين والإقامة في فنادق الخمس نجوم وركوب الطيران الفاخر، هو دي وثيقة من مكتب النائب العام بتقول الصعوبات الموضوعية والإجرائية اللي واجهت مصر في خلال السنة دي. حينما نقرأ هذه الصعوبات للأسف الشديد لا ترقى لمرتبة طالب متخرج من كلية الحقوق امبارح انه يقول ان دي صعوبات دولة بالكامل تملك أجهزة استخبارات وأجهزة. يعني طب ما هي هذه الصعوبات؟ الصعوبات أولا هم سبعة ست أو سبعة صعوبات موضوعية واثنين إجرائية. هل هذه الورقة خرجت من النائب العام؟ دي من مكتب النائب العام شخصيا وتحولت إلى وثيقة من ضمن وثائق الأمم المتحدة أهي، وتكودت بقت إحدى وثائق الأمم المتحدة، لأن هذه المذكرة تقدمت بها مصر في المؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد اللي انعقد في المغرب في الفترة من 24 ل 28 في أكتوبر الماضي، وأنا كنت شرفت بحضور هذا المؤتمر وتقابلت مع النائب العام هناك ودار بينا حديث كبير جدا جدا في هذه القضية تحديدا، للدرجة أن أنا يعني هو اعتبرها تطاول أن أنا قلت له لما حضرتك لا تملك هذه الصلاحيات إيه اللي جايبك المؤتمر ليه جاي. هو غضب مني وأنا اعتذرت له بعدها عن هذه الكلمة لأنها كانت فجأة فعلا، ولكن لم أتمالك نفسي. الصعوبات الموضوعية زي ما حضرتك شايفة أنه تحديد موقع المال بالدولة المطلوب منها. هو بيقول أنه الدول اللي هو بعت لها طلبت منه تحديد موقع المال، في حين أن هذه الدول أساساً جمدت الأموال المحتملة، وهناك دول أفصحت. يعني سويسرا كان تقريبا في شهر 9 الماضي أفصحت أن هناك حسابات أن هناك حسابات وأنها تنتظر مش أي استجابة مننا. يعني لا، القانون سويسرا فيها قانون وطبقته أن أول ما يحدث أنا عايز حدث الأحداث في بلد ويكون السياسيين في هذه البلد لهم حسابات يجب الإعلان عنها فور. فتم الإعلان عنها. هي الفكرة إحنا لن نجزم بشيء، ولكن إحنا ابتدينا كأي تحقيق نشوف ماذا قامت به هؤلاء لاسترداد تلك الأموال. هو ده اللي للشفافية التي يعني ينتظرها الشعب المصري من جانب نواب البرلمان. أنا أريد منك يا أستاذ مصطفى أن توضح لنا تماما ما هي الخطوات يعني بالتفصيل التي اتخذتموها اليوم، ما هي الشخصيات التي طلبتم أن يكون هناك مقابلة بينكم وبينهم، ما هو جدول الأعمال؟ الحقيقة احنا زودنا النهاردة سيادة النائب زياد بهاء الدين لما لديه من خبرات وعمل قبل ذلك مع النظام السابق في مكان اقتصادي هام
وهو هيئة الاستثمار، وهو يعني يريد أن يساهم في هذه اللجنة. عملنا اتفقنا أن هيبقى فيه أكتر من جلسة استماع لشخصيات معينة عملت منفردة في الفترة السنة اللي فاتت في هذا المجال، ومحاولات منفردة بقضايا منفردة لما لقوا فيه تقصير، أو كما قيل أن هناك تقصير، لا أستطيع أن أقول الآن، ولكن تقرير التقرير اللي هنطلعه في الآخر هيقول لو فيه تقصير ولا لا. هو الشعب المصري يعني أعتقد أن هناك شرائح ترى أن هناك تقصير، بدليل أن هناك عام ولا أحد يدري على أي شيء عن مسألة الحسابات الموجودة في الخارج. يعني أنا بشبهها بصراحة إحنا مصر كلها معترفة النظام لم يسقط. فخلينا نتكلم يعني الكلام المنطقي، زي انا بشبهها بالظبط زي ما بيقولوا لي عايزين الحد الادنى للاجور وعايزين حد اقصى للاجور. طيب هل انا بطلب من النظام السابق اللي هو بياخد حد اقصى للاجور ان هو يمضي ورقه عشان ينزل مرتبه؟ لا يمكن. طيب هتكون وده السبب اللي حصل. اسمح لي يعني ان احدثك عن المخاوف. ايضا هناك مخاوف منكم انكم يعني هتوه في السكه ويكون في النهايه فقط مجرد حديث عن تقصير من جانب الحكومة، ليس أن لا يكون هناك قرارات ملموسة. ولذلك أنا أقول أنا أريد أن أتحدث معك بمنتهى الشفافية، ما هي الشخصيات التي ستقوم بمقابلتها أو طلبت أن يكون هناك مقابلة بينك وبينها، وما هي هذه الجهات إذا كانت من الخارجية أو من القضاء أو من وزارة العدل؟ لا هو من القضاء، احنا بنتكلم على مستوى الوزراء، بنتكلم على مستوى النائب العام، بنتكلم على مستوى الكسب غير المشروع، رئيس الكسب غير المشروع، بنتكلم على المسؤولين. احنا بنتكلم على نقطة مهمة، مفيش حاجة اسمها ان احنا بنعمل ده من اجل بس استكمال او استيفاء وضع، لا ده انا عايز اعرف بسرعة، لان في دول هيمر سنة في نص مارس لو ما تقدمناش ليها ولما كناش متقدمين ليها يسقط حقنا. فاحنا شغالين هنشتغل ليل نهار وسنأتي، لكن هذه اللجنة او هذه الهيئة التحقيقية اللي هي على اعلى مستوى لن استطيع ان اقول من وامتى ومتى. احنا هننزل كمان على ناس وعلى اماكن بدون علم للاطلاع والمعرفة. احنا مش فيعني انا يعني من اسباب ان انا قابلت النهاردة ان انا ابقى موجود، لان انا لن اكون موجود بعد ذلك حتى صدور التقرير، ان انا بناشد كل المصريين، وكل مصري حر يعمل في مجال ما له صلة أو اتصال بأموال مصر ويعلم ولديه معلومة أن يرسلها إلى لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب فورا في أظرف باسم رئيس اللجنة، رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأموال، وهو دكتور عصام العريان، عصام العريان بصفته، واللجنة، لأن كثيرين ممكن يأتون بمعلومات هامة جدا نحتاجها نحن في الفترة القادمة، لأن نستطيع أن نسترد أموالنا ليس فقط بالقضاء ولكن نستطيع أن نسترد أموالنا بالسياسة وبثقة المصري السياسي العالمي لن يقبل أي هل شعب. هل سيكون هناك مقابلة قريبة مثلا بينكم وبين وزير الخارجية؟ وزير الخارجية كان موجود النهاردة الحقيقة، التقى قبل ما يعني احنا ما طلبناش نقعد، احنا اول اجتماع النهاردة، لكن هو كان في لقاء مع السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية عصام العريان. والسيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية قال ونحن نعلم ان وزير الخارجية ما هو الا مرسال يأتي بخطاب من جهة إلى جهة، فليس هو المسؤول عن الاسترداد، هو يحمل من النائب العام خطاب فيما يخص. طب فيما يخص الخارجية، ما هي آخر يعني آخر القرارات مثلا؟ أن هناك دول، هو قال أن هناك دول زي إنجلترا، زي فرنسا، زي أسبانيا، زي أبروس الأوروبية أوقفوا حسابات للعائلة أو للرموز، ولكن ينتظرون أحكام قضائية، ولكن هناك دول كثيرة لم توقف اي حسابات، والقعدة من ذلك ان هذه الدول يعني وقفت بس اسماء معينة، يمكن 30-40 اسم، لكن انت ممكن تطلبي وطلبوا منك زودوا اسماء، يعني مثلا ممكن تطلبي تقولي كل اعضاء مجلس الشعب من سنة مثلا 95 لغاية النهاردة، او من 90 لغاية، يعني ممكن تزودي اسماء على الاقل تطمني تعرفي ممكن من هنا يأتي أشياء كثيرة. هذا لم يحدث، لكن بداية هناك تصريح منه أن هناك دول بعينها بالفعل تم إيقاف الحسابات فيها وهي تنتظر أحكام قضائية. مزبوط. لبعض الشخصيات اللي هي زي أبناء عائلة مبارك، حسين سالم، بعض الشخصيات الكبيرة، لكن هناك شخصيات لا نعلمها
بالأسماء الكبيرة، ولكن كانت أساس هذا النظام. وأي غسل أموال لا يأتي عن طريق الكبار، يأتي عن طريق الصغار ومن يعملون معهم. ولذلك طالبوا، أشتن طالبت أن زيدوا من الأسماء، أزيدونا من الأسماء. قولوا لنا طيب أدي زي ما يقولي ده شيخ المنصر، طب فين العصابة؟ هتقولنا بقى الأسماء، اديني 200، اديني 500، اديني 2000 اسم ممكن يكون فيهم شك. ناس كانت في مراكز حساسة ممكن يبقى فيه شك ان هو تكسب. كل ده اللي انا متأكد منه انه ما تمش، وده ما سيتم في خلال الاسابيع القادمة ان شاء الله. طيب سأنتقل معك أستاذ شحاتة ونتحدث يعني عن الورقة التي خرجت من مكتب النائب العام والعوائق امام استرداد هذه الاموال، كيف سيتم التغلب عليها اذا كانت هناك بالفعل معنا ورقة تقول ان هناك عوائق؟ هي كلها عوائق لا ترقى لمرتبة العوائق. يعني لما يقول لي ان الدولة طلبت منه تحديد موقع المال بالدولة المطلوب منها، هذا ليس عائق على الإطلاق. ليه بقى؟ طب هل تسمح لي بهذه الأوراق يعني؟ لأنه هذه الأموال، وهنا على فكرة هذه النقطة بتقودنا لنقطة أخطر منها اكتشفناها موجودة على موقع الاتحاد الأوروبي من كام يوم بس. اكتشفنا ان الاتحاد الأوروبي على موقعه طلب أكتر من مرة من البنك المركزي المصري أكواد التحويلات العملاقة. يعني أي كود تحويل، الكود سويفت بتاع التحويل، يعني مصرفيا الكود سويفت اللي هو رقم العملية بتاعة التحويل، وهو ده بيتكون من مجموعة أرقام بيبدأ برقم الدولة ثم رقم المدينة ثم رقم البنك ثم رقم الحساب بتاع العميل هنا في مصر. وبالتالي هذا الكود سويفت أو التحويل ده طلع من مصر دخل في حساب في دولة ما. إذن بتتبع هذا الكود، وده اللي طلبه الاتحاد الأوروبي من مصر أكتر من مرة ومصر ما ردتش عليه، بتتبع هذا الكود هنعرف الفلوس دي دخلت أنهي حساب وكام، ودي معروفة كام، دي هنا دي مسألة بديهية. طيب كان هناك تصريح وبالتالي يعني في الإعلام القول وبالتالي القول بأنه في صعوبة بالمبالغ اللي خرجت دي، ده كلام ليس له محل، وده يسأل فيه المصرفيين لأن دي مسألة بديهية جدا أنه أنا طلع من عندي فلوس أنا عارف راحت فين. طب أنت تراها بديهية، ولكن يعني يخرج علينا المسؤولين ليقولوا أنه من الاستحالة أن يتم استرداد مثل هذه الأموال، وكانت هناك تصريحات مؤخرا لمسؤول كبير في البنك المركزي أنه من الصعب أن يتم استرداد مثل هذه الأموال، لأنه أنت ما تراه بديهي هو يراه استحالة. هو هذا المسؤول هو زيه زي النائب العام، زي اللي أنا يعني اللي أنا قلته من شوية، ما هو محافظ البنك المركزي أحد أصدقاء جمال مبارك، وهو يعني جمال مبارك اللي جايبه وتم التجديد له. مش قادر افهم يعني هل النظام لم يتغير، ولذلك جدد له 4 سنوات تاني، جدد له 4 سنوات لانه هو فاروق العقده هو الصندوق الاسود لتهريب هذه الاموال للخارج، هو الصندوق الاسود اللي لديه كل الاسرار التحويلات التي تمت احنا نفضل من احنا من مصر للخارج. دلوقتي سيادتك في الوقت الحالي يعني بس لغاية ما الـ 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 المشوار اللي احنا ابتديناه نصل فيه الى نتيجة، واكيد لو ما تمش زي ما حضرتك بتقول اخذ الاجراءات اللازمة، هنا هي شراكة طيب بكل المقاييس. طيب مع هذا يعني مع هذه الأوراق اللي هي مع أستاذ شحاتة التي خرجت من مكتب النائب العام، هل هناك ستكون مقابلة بينكم وبين النائب العام؟ أنا سأدعو الأستاذ شحاتة لكي يأتي من ضمن من سنستمع إليه، لأنه هو لديه برضو معلومات ولديه أوراق. ولكن هل سيكون في حالة جمع المعلومات ديت فورا، لأن في ناس عملت. لا أنا أقصد هنا يعني حتى مقابلة النائب العام يعني ليكون هناك لتروا يعني ما وصل إليه. إحنا لا إحنا لن نتحدث ما وصل إليه ما وصل إليه حتى تبنوا على ذلك ويكون بالزبط هناك فهل هناك بالفعل دعوة من جانبكم للنائب العام حتى يكون هناك؟ النهاردة اتفقنا على كل اللي سيتم دعوتهم وسيتم دعوتهم من بينهم النائب العام؟ طبعا. والبنك المركزي وانا طبعا بنتحدث عن رئيس البنك المركزي والكسبجر المشروع طبعا ووزير العدل والهيئة القضائية اللي هي مسؤولة عن هذا الملف، لان هناك هيئة قضائية مسؤولة عن استرداد اموال المنهوبة. نحن نريد ماذا تم ليتم البناء عليه في خلال هذه السنة، اهو كافي ام هناك اشياء كان يجب عملها ولم يتم عملها؟ وفي هذه الحالة سيحاسب من لم يقوم بعملها
عملها مهما كانت مكانته. طيب هل لنا نعرف يعني متى سيتم هذه المقابلات مع النائب العام ومع رئيس البنك المركزي؟ احنا هنبتدي النهارده الخميس، كان اول اجتماع جمعه وسبت طبعا حضرتك عارفه اجازه، هيتبعت الجوابات. احنا قلنا من يوم الثلاث سياتون، سيبدا يعني الحضور من يوم الثلاث، الاجتماعات معهم من يوم الثلاث ان شاء الله. طيب هل هذا متاخر بعض الشيء؟ يعني اسمح لا مش لي متأخر، يعني حتى كان في مساله اللجنه التشريعيه عندما كانت هناك مذبحه لبورسعيد وكان هناك يعني رغبة من جانب البرلمان أن يكون هناك توجيه اتهام لوزير الداخلية، اجتمعت اللجنة التشريعية يوم الأحد، كان يعني هناك من يطالب لماذا لا تجتمع يوم الخميس بعد أن انفضيتم من البرلمان؟ أنا والله من الجزء اللي بيطالب بهذا أنا في البرلمان وبطالب أن لا يكون اجتماعنا يعني مرتين في الأسبوع، احنا لا نريد اجتماع يوم الثلاثاء. وحتى حينما تم الاعتصام كان من جزء من هذا أن احنا لا يجب مع ظروف اللي تمر بها البلاد أن احنا نجتمع يومين في الأسبوع، يجب أن يكون اجتماع دائم. مصطفى بإذن لماذا المقابلات يوم الثلاثاء القادم؟ لأن هناك عمل دؤوب يعني له هذا الخطاب يوم الأحد، يوم الاحد هيصل له هذا الطلب، يوم الاثنين الثلاثه هيبقى عندي وانا عندي جلسات حد واثنين وثلاث، يعني في المجلس في جلسات حد واثنين وثلاث. عايز احذر من نقطه خطيره جدا 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 هتتسبب في فوات الوقت، وهذه النقطه برضو اريد ان الاستاذ مصطفى حيتو علم بيها. هم بيدعوا انه الدول دي، وده ما حصلش، طلبت منهم الاحكام، وده مش حقيقي لأنه الأحكام ليست شرطاً لاسترداد الأموال، وأصلاً إحنا ما عندناش حد بيتحاكم عن جرائم تربح، كل اللي بيتحاكموا عندنا عن قتل متظاهرين أو فيلا مش عارف في شرم الشيخ أو الكلام ده. على فكرة النائب العام والجهاز المسؤول عن استرداد الأموال يقودنا إلى نقطة لا عودة، بيضيع علينا الوقت. إنما طب وما المصلحة؟ إنما لابد المصلحة حماية النظام السابق، إنما لابد من الربط ما بين جرائم التربح وتهريب هذه الأموال للخير، والربط ليس صعب، الربط ليس صعب. إنما أنا عندي مسؤول راتبه أو مخصصاته السنوية الرسمية مبلغ قد كده، واكتشفت إنه هو عنده قد كده أو حول بره مبلغ قد كده، بطلع جواب رسمي من عندي للدولة اللي عندها الفلوس وأقول له أدي الربط. إنما النهاردة ما عنديش مسؤول بيحاكم عن تهمة التربح، وهذه نقطة خطيرة جدا لأنه إحنا بنستنفذ الوقت المخصص لاسترداد هذه الأموال من هذه الدول بلا طائل، وفي النهاية سيقال أن الوقت قد مر وأنه استحال استرداد هذه الأموال. وأنا أحذر، وهذا يعني الكلام ده برضو الأستاذ مصطفى، أنه هم بيحاولوا يضيعوا الوقت بقدر الإمكان. أنا عندي أنه هذه الدول الاتفاقية بتاعتي بتقول انه يكفي انه الدولة الطالبة استرداد الاموال تربط بالمستندات، مش شرط حكم قضائي، مش شرط حكم قضائي بالاسترداد، تربط بالمستندات ما بين هذه الاموال اللي موجودة في الخارج وما بين وقائع فساد في الداخل. وقائع الفساد ليست هي جرائم القتل التي يحكم عنها النظام السابق حاليا، وقائع الفساد مختلفة تماما، وقائع الفساد متعلقة بالتربح، وانا بحذر لان هذه نقطه خطيره بيقودونا. اسمح لي يعني مع احترامي الشديد لما تقوله، ولكن تجارب الدول الاخرى بتؤكد ان هناك فعلا صعوبه شديده جدا في استرجاع الاموال. ليه تونس استردت وليبيا استردت اجزاء كبيره جدا، ليبيا استردت حوالي 7 مليار دولار وتونس استردت حوالي 5 مليار دولار. لا في دول استردت هناك لان هم واقفين، ومع ذلك هم يعني ليبيا مثلا نظامهم مثقف بعدنا بكتير ومع ذلك استردوا. لا هناك جناح سياسي هام جدا، يعني مصر قويه سياسيا، مصر تستطيع ان تضغط وان تطالب، مصر لها شعبيتها لدى الشعوب دافعه الضرائب اللي بتعطي معونات لهذه البلد، فبالتالي لن يسمحوا ان الدوله بيعطوها معونات ان تسرق وتخفى سرقه لديهم. يعني في شق سياسي سنعمل فيه فورا. حكايه ان احنا اتاخرنا، لا احنا ماشيين، احنا يعني بنصلي وبندعي ان القائمين على هذا الملف منذ عام ما يكونوش اتاخروا. يعني احنا عايزين نتقصى الحقائق، هل اتأخر ولا لا؟ يعني نتمنى من الله انه يكونوا عملوا كل الواجب اللي كان مفروض يعملوه، ولكن في حالة عدم عمله سنحاول وبسرعة ان نصل الى نتائج فورية وطلبات فورية وحث هؤلاء
على أداء دورهم. الموضوع هام، دول كتيرة ما قدرتش، لكن أنا هفكرك بحادثة، حادثة الحباك، هذا الرجل الذي كان رئيس شركة وكان لديه حسابات مخفاة بطرق عظيمة في الخارج لا يستطيع الوصول إليها لأحد، ولكن حينما دخل السجن وبقى في السجن كمسجون وليس كنزيل خمس نجوم، في خلال أسبوع داخل السجن قالوا له يعني تجيب الفلوس تخرج، بعد جاب الفلوس كلها. فالضغط على هؤلاء الموجودين بأنهم هم يكونوا المرشد الأول لعودة هذه الأموال، وليكن بطريقة أو أخرى شرعية وقانونية، يعني أولا إنه يكون مسجون طبيعي فيحس بي 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 بالرغبة في التخلص من ذلك. أو يعني هناك وسائل كثيرة نستطيع إن احنا نسير فيها، وده اللي احنا هنحاول نعمله الحقيقة. وأنا يمكن حضرتك داخل البرلمان ملأ الصراخ، يعني لمرحلة أن أنا قلت اللهم إني أبلغت اللهم فاشهد عليكم جميعا كنواب أن الوجوب. يعني أستاذ مصطفى نحن ننتظر أداء نواب البرلمان. معلش أنا بطالب تاني، لو عايزين يا شعب مصر نائب جديد لازم يكون في شعب جديد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا هشتغل وإنت تساعدني، إنت عندك معلومات تجبالي وتيجي وتعطل نفسك وتسيب بيتك وتيجي توقف قدام مجلس الشعب، يا سيادة النائب خد الأوراق دي، خد المعلومات دي. أنا مواطن حر، أنا مواطن لن أسمح بالفساد، لأن الفساد حرب الفساد بالقوانين ووضع قوانين، ولكن حرب الفساد تكون من الشعب ذاته، هو 90% من نجاح حرب أي فساد. البرازيل قدروا إن هم يتحولوا من الاقتصاد الذي عملته ليس لها مكان في العالم إلى سادس اقتصاد في العالم ببرنامج محاربة فساد، ولكن الشعب صدق القائد لولا هناك ومشوا وراءه وقضوا على الفساد. طيب بما نحن نتحدث بما أننا نتحدث عن الشعب، هناك دعوة للعصيان المدني والإضراب العام يوم 11 من فبراير، أنت ما هو موقفك من هذه الدعوة؟ الحقيقة هو أكثر من دعوة، يعني هناك دعوة بالعصيان المدني، هناك دعوة بالاعتصام، هناك دعوة، يعني دعوات. أنا مع تجميع القوى السياسية كلها وراء أمر واحد لكي يكون له أثره. بالفعل احنا لم نحصل على شيء منذ 25 يناير. القوى السياسية اختلفت، جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في جناح، وحزب الوفد في حزب المصريين الإحرار والديمقراطية الاجتماعي في جانب آخر، وإحنا لم نحصل على أي شيء من 25 يناير حتى النهاردة إلا لما توحدنا. ماذا عن وجهة نظرك الشخصية كنائب في البرلمان؟ أنا وجهة نظري الشخصية أن الضغط يساعد على الحصول على المكتسبات، وللأسف الشديد المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من عودنا على ذلك، لأنه لم يعطينا أي مكتسب من مكتسبات الثورة إلا في يوم جمعة أو في اعتصام. يبقى إذا أنت مع وسيلة الضغط الجديدة طبعاً. سيكون نفس السؤال لك، ولكن أيهما، هل هو الاعتصام المفتوح ولا هو الـ 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 العصيان؟ هو الدعوة الآن، ودعوة الآن إلى العصيان بالذات، العصيان المدني يجب أن يكون كل القوى متوحدة لكي ينجح، لا يجب أن نفعل شيء لا ينجح حتى كقوة سياسية وقوة ضغط، حينما ولكن نفعل شيء نتوحد عليه. ولكن هو يعني العادة أن لا يكون هناك توحد، أن يكون هناك دعوات من مفتي الجمهورية ومن شيخ الأزهر ومن البابا، أن هذا يعني إذن السيناريوهات قد تبدو متكررة وليس هناك توحد على المرة دي حزب الحرية، حزب الأغلبية هو اللي واخد الموقف الحكومة. طيب سأنتقل بك إلى هذا السؤال، هناك دعوة للعصيان المدني يوم السبت القادم يوم 11 من فبراير، أنت ما هو موقفك من هذه الدعوة؟ هو دعوة أنا عرفت أنه تم تخفيفها إلى إضراب، يعني هم خففوا شوية. هو العصيان المدني يعني الأقاويل تختلف، سواء العصيان المدني أو الإضراب هما وسيلتان مشروعتين لاستلاب الحق من أخذ. هل أنت مع هذه الدعوة؟ أنا معها طبعا، بس أنا عايز أقول أنه بعد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة أعتقد يعني ممكن ننتظر شوية. يعني هو مسألة فتح باب، حتى مسألة فتح باب جمعة والسبت كمان دول أجازة، فاللي بيفهموا الناس لا هو الإضراب عايزين يؤثر على الاقتصاد، ده كلام مش مظبوط نمرة واحد. وبعدين
اللي بيأثر على الاقتصاد ان ما يبقاش فيه دستور. زمان قالوا لنا قولوا الانتخابات الاول عشان الاقتصاد يمشي، الاقتصاد ما مشيش، لازم يبقى فيه دستور عشان يبقى فيه مستثمر يعرف انا جاي البلد دي اشتراكيه ولا بلد راسماليه ولا بلد. جميل احوال يا استاذ مصطفى، نحن نعول كثيرا على البرلمان، ننتظر اجتماع يوم الثلاثاء القادم، واعتقد انه الكثير كان يتمنى ان يكون ابكر من ذلك، حتى ان يوم الجمعه اجازه وانتم ستبلغون من سيكون في هذا الاجتماع يوم الاحد، ولكن الشعب المصري ينتظر الكثير منكم. شكرا جزيلا لكم. كان معي استاذ مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب وعضو اللجنه ومقدم طلب ايضا تشكيل هذه اللجنه، وكان معي استاذ شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهه والشفافيه. شكرا جزيلا لكم، اسعدتونا بهذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، نعود الى الاستوديوهات في الدوحه، شكرا جزيلا لكم وفي رعايه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقول مش عايزين مجلس شعب لو ما نفذناش طلبات